يا جماعة عايزين نعمل اب موكسينج. نعم معلش على ام موكسينج. بس انا كتير حابة ام بوكسينج كمان، يعني انا اول واحدة حابة اتفرج على ام بوكسينج. شنو هاي الجمال؟ عساس ما شفتك الا بالكاميرا يعني. كل الجمال طالعين عنا ايفنت بس لابسين فول بلاك. بلاك اون بلاك. لازم البس هاد الشوز، بس اظن رح يبهدلوني الناس انه ليش تضل بتلبسي شوز ما تلبسي كعب. ها تفضلوا. اوكي وصلنا او لا ما وصلنا؟ الطابق اللي فوق. انا اطلع الطابق اللي فوق وبعدين ناخذ سياره ثانيه تصل على موقع وين المكان. صار تعرف وين؟ لا مو نفس السياره حبيبي. نو فوق هاد قلبي هون للطابق اللي فوق. اه قلبي حلو والله. قلن انك تجربه ايه؟ بقلعوه فورا. لا والله اه قلبي. هنن عن جد سموه قلبي، انه قلبي لانه كل ما حدا يدفع بيقول اه قلبي. امانه يلا نسميه. بلشنا نفتي. المهم ما علينا، معزومين على ايفنت، مش ايفنت هو اوبننج. هلو لقلبي. هاي شوف ما شاء الله. هاي ثانك يو. يا جميلة الجملاء. لا 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 بليز سكت على كعبي. شفت؟ كانت اكلت هوا. اكلت هوا رسمي. شفت كيف عليه؟ بتعرف لو ضل على الان وراح هون راح اقول اه قلبي. حبيبي الغزل اللي حكيته هلا. شو قلت حبيبي؟ والله ما سمعت. انا كل ست اشهر بحكي غزل مرة وحشة. كل ست اشهر. ما سمعتيها؟ ماشي. بتعرف انه اليوم كملنا 7 شهور؟ يس. يس اوكي. اي نو. احكينا بالموضوع يعني لازم نعيد نفس اللي احكينا فيه وقلنا اوه وي وي وعملنا قصة ودنيا. اوكي قررنا نمشي لانه يعني ليكو المحل، فانه تخيل انه نحن ناخذ سيارة ونروح لهم. لا لا خذي راحتك بس هلا كمان دقيقتين ما تقولي لي اه اوريدي اوريدي اجري عم تجعني يعني هذا اه قلبي ماشي بس اجري لا. لا والله اجري عم تجعني هذا الكعب ابدا مو مريح، هو كثير حلو بس مو مريح. يوم العرس وقت لبست الكعب اخر قلن قلن شو صار؟ صار اجري عملت هيك 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 اخر شيء والله هيك هيك اول مره اشوف اجرين هيك بيعملوا. وبطلوا يتحركوا. بطلت تتحرك وقعد على الارض. شنجوا شنجوا رجلي يعملوا هيك بس من هذا الكعب. وكيف عرفت انه هذا الكعب هو السبب؟ كل ساعه اجريها مثل الدجاجه هيك عملوا. وليش عرفت انه هذا هو الكعب؟ لو رجعت لبسته على مكان ثاني اوكي وردوا عملوا نفس الشيء هذا عملت رجلي هيك فعرفت انه الكعب بس بترجع بتلبسه لانه حلو. اوكي انا اطلع حتشوفوا شيء. شو حنشوف؟ اه هيا يا هلا. لا والله صعب بعتذر من بامزح 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 يا هلا والله والله احلى صوره وفيديو كمان. هاي وصلنا على ال دي. اوه جميل المكان. تخيلوا اسمي مش موجود. لا هي سو يور نيم. غيث مش موجود. طب شيك زياد. ويت انا حكيت مع انت حكيت مع ما محمود. كيف كتبت غيث؟ انت محمود ما محمود مع محمود بيسموه موت صح؟ موت اي دونت نو والله. ذس جاي تول هانسم جاي تول هانسم جاي. طب جاي كيف كتبت غيث؟ غيث سلايلس انت شو؟ مروان. يعني انا كنت غلط. كيف بيكتب غيث؟ جي اتش. جي اتش؟ كنت عارف انا مشان انه في حرف ناقص. زين اجين اجين عم تقول. بلا لو سمحت اسم موجود؟ واتس يور نيم؟ غيث. اوه اي كانت فايند يور نيم. كمان مرة. ثانك يو. تفضل حبيبي. ثانك يو. محمود. في اغاني عربيه شال جمال. هاي ثاني مره بعيد اه الثالثه ما فيها. اوكي يا جماعه شو هاي الغرفه اللي انتم شايفينها؟ هذا الباب هذا المدخل. طبعا احنا حاليا بال في اليوم الاوبننج فبس عم بورجيكم شو عاملين اشياء. تمام سو اول ما تفوتوا على الغرفه هون هاي غرفه هذا السكشن للمن تمام للشباب. سو في عندهم هون بليارد وهون قاعده وهون كوفي وهون غرفه القياس.
هاي الغرفة في بس شخص واحد يحجزها، فهمتوا؟ يعني مثلا اللي الفي اي سي كاستمر اللي بيكون هون او الفي اي بي خلينا نقول، اوكي، بس يجي يفوت لهون، هو بيحجزها، يفوت لهون بيسكر الباب، بيصيروا هن يجيبوا له كل القطع اللي هو بده اياها. وانت بتقعد هون ساعة ساعتين بتقيس، تلعب بلياردو، بتفوت تشرب قهوة، بتخلص وبتروح. جيب اصحابك كمان اذا بدك مثلا يقيسوا معك، بلا معنى يعني، بس قصدي انه تقعدوا هون تشربوا قهوة تلعب بلياردو. اوكي يا جماعه، سو مشان عملكم كمان لفه سريعه، شوف مثلا بعرف انه نسبه عندي كبيره بنات، فبدي اورجيكم شوي بس هدول الاشياء. شوف مثلا ساره هلا بتفهم فيهم اكثر. ساره مثلا هاي اللي لبسته هذا البنت، هذا بقد ايه؟ هذا 4 مليون ل 5 مليون درهم ما شاء الله. واللي هون لبسته هاي المره هذا مليون وشوي. واو، ثانك يو حبيبتي. حضرتك انت اللي عملتيهم؟ اه انا. عم تحطي اسعار على كيفك؟ لا مش روح اسال. صح صح صح. اوكي، سو هون على اليسار في هاي الغرفه، اوكي، شوف معك برا، هاي نفس فكره الروم اللي ورجيتكم اياها قبل شوي اللي هي بسموها المجلس، تمام؟ سو هاي كلها ممكن تنقسم لاسمين، بتنزل من هون من هذا الشيء، بتنزل المرايه، بتنزل لتحت وبتصير مجلسين. وكمان نفس الشيء في حركات واشياء بيسوي لك اياها. سو لاي حدا بده يجي يشتري مثلا، فيك انت تجي لو انت من البي اي سي، فيك تجي تحجز غرفه وتقعد، بيسوي لك اشياء حلوه بدلعوك ويشتري، ويا ويلك لو ما تشتري لانه هذا حيطلعوا منك. سو هاي الطريقه اللي عم يعملوا فيها الايس كريم. كانت ساره عملت لي دجاج بالفرن. هون بهاي لك لا مسقعه بالفرن لك لا بقول انه شوف لسه الايس كريم ما عم بفهم. شو خلص دجاج وبطاطا بالفرن؟ كانت نكته والله، كانت نكته خربتيها. بس بدي افهم انا النكته انه شوف قد ايه طولت الايس كريم لحتى تخلص. كنت انت عملتي بداله دجاج بالفرن. والله خلص خربت والله. ليك حتى المره هلا لسه عم تستناها تدوب. تحب الايس كريم سخن. هاي الكوكونات عم بحطوا فيها الايس كريم مثل ما بتطعم. انا بحطوا لها سيرم، بعدين بحطوا لها الخلطات. 5 بيس. 5 مزوع. ها؟ مزوع. مزوع كتير. هلا أنا أبداً ما طلبت. أنا طلبت 4 إلي. قول والله. وصلنا. ساعة كم شفاف؟ يا. واو. كتير حلوة. بس في ستات بتشل. يعني هداك رائع. واو it's beautiful. أوكي هلا شو نعمل؟ ها؟ شو نعمل؟ نعمل لفة. يلا let's go. بدك تشتري لي شيء؟ هذا قسم السنيكرز صار بالطابق الفوقاني. اللي صار انه قلبي كان طابق واحد فتحوه طابقين، صار اكبر 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 ستور قلبي بالعالم. فعم شوف سنيكرات جديده كثير حلوين. فكان تحت كان مضيق شوي، فهلا وسعوه صار هذا المكان كله بس السنيكرز. That's so cool. راحوا تركوني. المهم الافتتاح كثير حلو، حصور لكم اشياء زياده. كيوت الغرفه. هاي الانترتيننج روم، في بلياردو وصص. هو مش غرفه للشباب؟ ليش كله بنات؟ كله بنات. لو سمحتوا برا. اه صار عندك هلا سلطه. لو سمحتوا. لو سمحتوا اطلعي. اطلعي برا لو سمحتوا. تعال نلعب، تعال نشتري هاي. لا هاي ديزاين. لا بنشتريها ليك. كل ضربة ليك هاي ألفي. هاي كل ضربة بتقولي ألفي. ألفي. هون عنا الإكزوتيك كولكشن. إكزوتيك يعني بيكون كل الليذر، يا كروكودايل يا أوستريتش. مثلا هاي أوستريتش، هاي كروكودايل، جلد التمساح، جلد النعامة، حتى الشوزات والجزدان، جزدين.
واو انا كثير 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 حبيت هالشنطه حسيتها غريبه سو كول شو عم تطلع على العلاقات طلع على العلاقات لا شو ما جبت لك علاقه مالشي انت بضحتي ثاني هدية اوكي سو هما يعني النبط الثاني على جمال هالطوق هاد مون ستون كان اي سي ذا رينج تو واو رائع حتى الالماسه مقصوصه على شكل قلبي ذس از جورجيس حتى ذس نيكلس واو انا يمكن اشتغل هالشغله يعني يمكن انا شو تلبسيهم وتعطي في شيء حلو كمان هو موجود من قبل بس لانه كبروه اكثر يعني هنا الفي اي بي رومز او بيسموه في اي سي روم سو هاي وحده من غرف ليكو البواب هون بينزل مثل مير او بارتيشن بيقسم بين هاي الغرفه وهاي الغرفه فبنجي بناخذ موعد وبنحجز الغرفه بنقعد بجيبوا لنا كل الاغراض وبنقيس وبنعمل نسوي فحلو انه مشان الزحمه وكل شيء اتس نايس يعني انا على فكره مو بالعاده انه بشوف اواعي لوي فيتون بالعاده بشوف شناتي بس ما توقعت انه عندهم اشياء عن جد لذيذه يعني شفوا انا اليوم عربي نو شفوا لك شفوا عربي يوك هذا الجاكيت مثلا حتى يعني انا مثلا ما بحب كثير يكون في لوجو 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 كثير بحب يكون في شيء بسيط بس عن الفي وحتى كمان يعني بعرف اذا عادي اقول ديور كمان نفس الشيء عندهم اللوجو تبعهم حلو ف like look at this it's gorgeous حتى علم حط اغراض يا سلام حتى التنوره هاي كثير هون جلد هون قماش معه هاي اي شو تخيلت ماما بهذا الجاكيت اظن عندها شيء بيشبهه واو اتس ريلي نايس الديتيلز اللي موجوده انه هيك سحاب اي لاف ات اجتني فكره غير تعال نغير شناتي السفر تبعنا لهي الشناتي مثل ايام زمان ما بنسى بنبطل نسى خلاص نشتري الشنطه ونقعد نلبس لا عم بمزح حد بس والله اذا بنسافر ممكن هاي الشنطه مش للسفر حرام تنحط اصلا ب هاي مش للسفر هاي بتحط فيها اغراضك واشياء بتهمك بس مش للسفر والله انا بموت مع ايام زمان هيك كان السفر هلا ايام زمان بس مش هاي مش للسفر هاي بس بحطوها بحط فيها الاشياء المهمه تخيلي بالسفر ويجي واحد يمسكها هي ويزتها مثلا قلبي هلا تعلمت معلومة جديدة بألفوا قد ايه؟ 1854 جوستون صح اسمه؟ حقولك اسم الدار والابن حقلكن اسم الاب والابن كمان عن الترونك طبعاً بهداك الزمن جوستون صح؟ جوستون؟ جورج وغاستون قطك طعم هو اللي اخترع الترونكس اللي هنا هي الشناتي مشان يسافروا فيها كانوا يسافروا بالعرباية اللي يكون فيها حصان هو أول شخص اخترع الترونكس تخيلوا انه الفي يمكن صار له كم سنة من أقدم البراند بالعالم that's so cool صلح اوكي صلح المعلومة جورج لا شو اسمه؟ لوي لا ابنه؟ جورج جورج بيكون ابنه للوي اللي هو لوي انا اسم المحل لوي فيتون اوكي هو اول واحد اخترع الترونكس بس انه متخيلين كم سنه صار انه لوي فيتون كان موجود يعني قد ايه براند عريق يعني ف اي فايند ات سو كول انا كثير بحب الهيستوري ف اكتشفت عن جديد اني بحب الهيستوري ما كنت احب هاي الماده بالمدرسه بس كل ما اروح على مكان كثير بحب اعرف مثلا اي سنه وكذا ف حتى هنيك فيكم مدينة على نفس الشكل بس انه it's so cool كيف شكلها مثل الشنطة بس هي كوميدينة فاي لايك ات يمكن بدل ما اقعد اشتري شناتي اشتري هدول بمزع